أنا في نقطة صراحة ربما تتعلق بموضوع احترام ذات الميت، ربما ما طرقنا لها بشكل سريع وراح أرجع أذكرها مرة ثانية. أنا هضرب لك مثال ربما الأمثلة يكون أوضح كثير. أنا مثلا عندي مريض قصور كلوي بس ما له نهائي، إجا لعندي على العيادة وقال لي دكتور أنا بدي إياك تغسل لي، تعمل لي غسيل كلوي، وأنا ماني شايف في أي استطباب للغسيل. فهل هون أنا لازم احترم ذاتية المريض ورغبته بالعلاج وأطبق له العلاج اللي أنا شايفه ما له داعي؟ لا لا لا، إذا أي علاج ما له استطباب وما في حاجة طبية له، يعني من حقك تماما ترفض. تماما، فبالتالي احترام ذاتية المريض مو معناته المريض يختار على كيفه. لا 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 نحن بنشوف أبدا. شو بده المريض وبعدين هو حقه يرفض او يقول ايه او يقول لا. يعني لو طبعا مريض طبعا، اجاني وبده غسيل وانا قلت يا فلان انت بدك غسيله كلاويك، هو اذا قال لي لا انا ما بدي غسيل للجسم مش الكلاوي، فاذا قال لي لا انا ما بدي، هون بحترم ذاتيته بعد ما التفاصيل أكيد. حكيناها. بس بالمقابل اذا هو ما بده غسيل، لانه هي بتصير على فكره هي الحاله انه الاهل بيطلبوا اجراءات طبيه معينه خاصة طبعا بالعناية المركزة، خاصة يعني في إجراءات طبية بتكون ما لها مستوى طبيعي، مثلا حط له أكسجين، هي أبسط شيء. دكتور حط له أكسجين، طيب هو ما بده أكسجين، هو الأكسجين تبعه منيح، يعني أنا ما شايف في داعي أحط له أكسجين، بالعكس أنا ربما أضره بالأكسجين. دكتور حط له سيروم مثلا، هي هاي انت بالاخير هي بترجع لخبرتك، انت الخبير بالموضوع، انت الاكسبرت، انت الطبيب، انت المحترف، هن جايين لعندك مشان هيك. اذا انت رح تعمل شغلات صراحه غير مستطبه، فهون ما عاد دخلنا بالطب، هون دخلنا بالدجل يعني. يعني معناته احترام ذاتية المريض او رغبة المريض بالعلاج لا هاي تعني اني انا معنا كارت اطبق له اللي مفتوح. بده اياه. لا لا ايوه لا مو لا لا، نحن عندنا دكانة والله خدي معنا الرف كذا وكذا. هي شراكة بين المريض والطبيب، وليست انه انت فوقه بتعطي اللي بدك اياه، وليس انه هو دافع لك او هو جاي لعندك او لانه هو مريض في له حق انساني عليك او شيء فهو بده يمشي. لا 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 لا، هي موضوع شراكة، كل واحد فيكم له قوة معينة، واساسا علاقة الطبيب بالمريض يعني هي هذا التنشن او هي العلاقة بيناتهم. هو صراحة يعني هي من حلاوة ممارسة الطب، انه انت كل واحد بيعرف حقوقه وواجباته.